السلام عليكم مشاهدينا الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير. نشرة الظهيرة من الأولى مباشرة، وهذه أبرز عناوينها. الفرص الاستثمارية المرتبطة بصيد البحر، السياحة والفلاحة والصناعة التي توفرها جهة الداخل وادي الذهب فرص، تم عرضها بلندن على هامش منتدى الطاقة النظيفة مع مستثمرين ورجال أعمال بريطانيين. وضمن النشرة نستعرض هذه الإمكانيات وفرص الشراكة والتعاون التي تتيحها. بلوغ مستقبل مرن ومستدام للحياة الحضرية، هدف يعتمد تحقيقه على خلق المدن الذكية المستدامة. ومؤتمر البحر المتوسط للمدن الذكية بتطوان يبحث بلوغ هذا الهدف بمشاركة صناع القرار السياسي ومسؤولين عن التخطيط بالمدن وخبراء التكنولوجيا الحديثة. والفخار أسلاوي فن عريق ومكون أساسي ضمن موروث الصناعة التقليدية والهوية الثقافية الوطنية، يواجه مجموعة من التحديات. وضمن النشرة نستعرض أسباب تراجع فرص تسويق هذا الإرث وإمكانية تجديده وحمايته من المنافسة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. الفرص الاستثمارية المرتبطة بصيد البحر والسياحة والفلاحة والصناعة ذات القيمة المضافة هي فرص توفرها جهة الداخل وادي الذهب انطلاقا من تموقعها كقطب تجاري لوجستيكي رائد بالقارة الإفريقية. وتطويرها مع المملكة المتحدة شكل موضوع ندوة تم عقدها بلندن على هامش منتدى الطاقة النظيفة مع مستثمرين ورجال أعمال بريطانيين، والذي تحضر خلاله الجهة بجناح يقدم إمكانياتها في مجال الطاقات النظيفة والهيدروجين الأخضر والفلاحة المستدامة. عبد الملكي وحنان شمراح. على هامش منتدى الطاقة النظيفة Innovation Zero انطلقت أشغال منتدى الأعمال المغربي البريطاني، الذي شكل فرصة للمجلس الجهوي للداخلة لعرض إمكانيات الاستثمار بالمنطقة خاصة في مجالات الطاقات المتجددة. We are now here in London. نحن هنا بلندن لإبراز فرص الاستثمار بالداخل في مختلف القطاعات، ونحن سعداء بالاهتمام المتزايد للمستثمرين البريطانيين بالجهة. ويشكل هذا المنتدى فرصة للتعريف بمؤهلات وفرص الاستثمار الواعدة في جهة الداخل وادي الذهب، وإطلاع مختلف الشركاء والفاعلين على مستوى النهضة التنموية والعمرانية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة. Highlight the excellence of relations between Morocco and the UK. بداية أريد تسليط الضوء على العلاقات المتميزة التي تجمع المغرب والمملكة المتحدة ومدى متانة الروابط التاريخية والاقتصادية، والتي تشكل قاعدة للتعاون المثمر الذي يصب في مصلحة بلدينا. وتضمن برنامج هذا اللقاء عدة حلقات نقاش نشطها رجال أعمال بريطانيين، تلتها شهادات وقصص نجاح من الشركات البريطانية المستقرة بالجهة. ونسلط مزيدا من الضوء حول هذا الموضوع مع ضيفنا الكريم هنا في بلاتو الأخبار، السيد الخطاطي نجا، رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب. أهلا بك سيدي الكريم. أهلا وسهلا بك، مرحبا، شكرا. مرحبا بك. إذن جهة الداخلة وادي الذهب حضرت بمنتدى الطاقة النظيفة Innovation Zero بلندن، وعرضت إمكانياتها على مختلف المستويات من خلال جناح خصص لجهة الداخلة وادي الذهب. ما الفرص التي فتحها هذا الحضور القوي للجهة بهذا المعرض؟ طبعا هو هذا المعرض هو معرض عالمي يتم تنظيمه سنويا، وهو معرض Innovation Zero. وهذا المعرض أساسا يعنى بالطاقات المتجددة، وأنتم تعلمون بأنه رؤية جلالة الملك هو جعل من الجهات الجنوبية أقطاب تنافسية وأقطاب اقتصادية، وخصوصا فيما يتعلق بالطاقات المتجددة. الداخلة تتوفر على مؤهلات كبيرة فيما يتعلق بالطاقات المتجددة، ولهذا كان رواق الداخلة هو الذي يمثل المملكة المغربية في هذا الملتقى الهام. تم تنظيم داخل هذا الملتقى ندوة حول فرص الاستثمار التي توفرها جهة الداخل وادي الذهب في مختلف القطاعات، وتمت هناك عروض بمشاركة من سعادة السفير سفير المملكة، وكذلك برلمانيين ورجال أعمال بريطانيين وحضور كثيف، وبالتالي كانت فرصة لإعطائهم أهم تطورات أولا اللي عرفتها الأقاليم الجنوبية، خصوصا جهة الداخل وادي الذهب فيما يتعلق بالتنمية، وما يعني تركه من آثار إيجابية
فيما يتعلق ب يعني البنية التحتية، خصوصا بعد إطلاق جلالة الملك في 2015 لنموذج التنموي الأقاليم الجنوبية وما يشهده من 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 مستوى إنجاز عالي جدا، أصبح اليوم مؤهل الجهة. كل هذا كان موضوع تم يعني عرضه بالتفاصيل وكذلك عن مختلف القطاعات وخصوصا قطاع اللوجستي، قطاع الطاقات المتجددة. وفي هذا الصدد أود أن أسألك سيد الخطاط، يعني بحثتم فرص الاستثمار مع رجال الأعمال والمستثمرين البريطانيين، في أي اتجاه سبق اختيار القطاعات، خاصة وأن الجهة كما ذكرت مؤهلاتها عديدة والقطاعات يعني المتميزة بالجهة أيضا؟ لا، كان هناك تجاوب في مختلف القطاعات، ولكن الاهتمام لرجال الأعمال البريطانيين انصب حول أولا قطاع الطاقات المتجددة، وهذا مازال حتى الآن مرتبط ببلوفور دي ماروك في هذا المجال، ولكنهم أنتم تعلمون بأن هناك أزمة دولية الآن في الطاقة، وبالتالي الكل يعول على المؤهلات الكبيرة اللي عند المملكة المغربية خصوصا في أقاليم الجنوبية ما يتعلق بالطاقات المتجددة. هناك كذلك قطاع ثاني هام وهو قطاع السياحة، هناك مشاريع من طرف يعني مستثمرين انجليز اللي بقاوا يستثمروا في الداخل وعرضوا مشروعهم في هذا في هذا في هذا في هذا الملتقى، الملتقى التجاري. المساله الاخرى والقطاع الثالث وهو قطاع الفلاحه. نعم. تعلمون كذلك بأن هناك منتجات من الداخل اللي الآن يتم تسويقها في بريطانيا، وبالتالي كانت كذلك محطة أنظار وأهمية للمستثمرين البريطانيين. نعم، والفلاحة المستدامة هي المستقبل أيضا. إذا ما تحدثنا عن الاستقرار الذي تنعم به المملكة، إذا ما تحدثنا عن المبادرة الملكية لتشجيع ولوج دول الساحل إلى المحيط، فضلا عن مشروع ميناء الداخلة الأطلسي وغيرها من المؤهلات، يعني هذه كلها ركائز اليوم للاستثمار في الجهة، كيف يعني كيف يمكن أن نجعلها أرضية لاستقطاب مجموعة من الاستثمارات وعلى رأسها الاستثمارات البريطانية؟ فعلا هو المغرب يسير بوتيرة يعني ثابتة نحو تنمية أقاليم الجنوبية، وهذا يظهر من خلال كل خطابات جلالة الملك والتوجهات الدولة المغربية من خلال البرامج والاستراتيجيات التنموية. اليوم الجهات الجنوبية وخصوصا جهة الداخلة وادي الذهب بالمشاريع الكبرى المتضمنة في النموذج التنموي الأقاليم الجنوبية واللي تم إنجاز الكثير منها بمستوى عال، اليوم أصبحت يعني تزيد من جاذبية المجال الترابي لهذه الجهات فيما يتعلق بالاستثمار. ونحن متأكدين بأنه إن شاء الله جهة مثل الداخلة اللي لا يعود عندها الميناء الأطلسي، وخصوصا على ضوء رؤية جلالة الملك الجعل بأنه الواجهة البحرية تكون ليست فقط من أجل تنمية المملكة المغربية ومن أجل تنمية جهات الجنوب، بل كذلك انفتاح على المحيط الخارجي خصوصا دول الساحل، وهذا يعزز مكانة المغرب اللي هو حاضر الآن في التعاون جنوب جنوب وخصوصا في أفريقيا. النقطة الأخرى هو كذلك اللقاءات الهامة اللي قمنا بها، يعني لقاءاتكم امتدت حتى خارج المعرض. طبعا خارج المعرض كذلك كنت أنا وسعادة السفير قمنا بلقاءات مكثفة في البرلمان البريطاني مجلس العموم، وكان يعني عندنا اتصالات مع عدة برلمانيين من مجلس العموم، وكذلك قمنا كذلك بتنشيط لقاء هام حضروا مجموعة هامة من البرلمانيين، تكلمنا فيها أولا على الدور اللي يلعبه المغرب فيما يتعلق باستقرار وتنمية هذه القارة الإفريقية عامة ومنطقة إفريقيا شمال إفريقيا وإفريقيا الغربية، وكذلك تكلمنا على مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها يعني الحل الأمثل لهذا المشكل المفتعل، وكذلك ناشدنا يعني البرلمانيين البريطانيين باش يعني الدولة البريطانية تأخذ مواقف إيجابية ومتقدمة فيما يتعلق بدعم الوحدة الترابية، وهذا يعني يأتي انسجاما مع العلاقات
القوية التي تربط المغرب بالمملكة المتحدة، وخصوصا أن هناك ملفات هامة جدا مثل ملف الهجرة السرية، ملف الإرهاب، ملف كل هذا، يعني ملفات أساسية. وبالتالي وحتى رؤية جلالة الملك بأنه تجعل بأنه مثلا في منطقة الساحل أنه لا يمكن فقط اتباع المقاربة الأمنية، بل يجب أن تكون هناك موازاة معها مقاربة تنموية حتى نحل هذه المشاكل كلها. وبالتالي يعني هناك تجاوب كبير وإيجابي من طرف النواب البرلماني اللي التقينا بهم، ونحن متأكدين بأنه هذا كل هذا العمل ستتبعه خطوات جريئة من طرف الحكومة البريطانية في اتجاه تعزيز العلاقات مع المملكة المغربية، وفي اتجاه كذلك اتخاذ خطوات جريئة فيما يتعلق بدعم مقترح الحكم الذاتي ويعني دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية. نتمنى ذلك. أشكرك جزيلا الشكر سيد الخطاطي نجار رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، شكرا جزيلا على كل هذه الإضاءات. شكرا، بارك الله فيك. دار الصانعة بالداخلة فضاء غير منذ إحداثه حال نساء عديدات كانت فرصهن في تطوير مهاراتهن في مجال الصناعة التقليدية محدودة. الدار مكنتهن من تطوير إبداعاتهن الحرفية وتتمين المنتجات المجالية عبر التكوين والتأطير والدعم. ومن الداخلة نتابع ريبورتاج الحسين الحنشاوي، خديجة زروال ونور الدين صابر. وسط مدينة الداخلة تتموقع دار الصانعة، فضاء يجمع نساء يختارن الصناعة التقليدية لإبراز مهاراتهن ولإبداع منتوجات تعكس ما تزخر به المنطقة من موروث ثقافي أصيل. مش دار الصانعة، عندنا ورشة المصنوعات الجلدية اللي داخلين في إطار التكوين المهني للتدرج المهني في إطار الصناعة التقليدية والمصنوعات الجلدية، حتى الخياطة حتى هي عندنا عليات يعني تكون في هذا المجال اللي هو مجال الخياطة، حتى المنتجات المجالية، النقش بالحناء، يعني عدة ورشات اللي المرأة قد تثبت فيها ذاتها. هنا يكتسب النساء معارف تعزز مهاراتهن في مختلف الصناعات، ورشات مفتوحة تشجع على ضمان استمرارية التراث المحلي. نعلم أجيال باش هذا الموروث ما يبقى حكر على مجموعة واحدة والله فئة واحدة من المجتمع، وفي نفس الوقت نعلمها الأجيال الثانية باش ما تنداثر هذه الصناعة التقليدية. فيما يخص المصنوعات الجلدية هي قليل اللي يعرفها ونبغوها تنفتح للعالم الخارجي. احنا منخرطين هون في دار الصانعة نعدلوا شي قالوا البخور رشوش. البخور رشوش هو ذي الريحة اللي تندار للباس والتم اللي ريحتها طيب وزين، البخور ذي العطر اللي نطلق في الديار، هو تقليدنا وهو ميراثنا اللي صن واردين عن أباتنا وأباتك وأماتنا الحمد لله، ونعدلوه دائما وبسيطة رواية ولا شيء من خليط البخور خلطوه عندنا ونديروه في القراعي صدروه نعود نديروه هون في قاعة العرض. تشغيل ذاتي يمكن المرأة من تحسين ظروفها المعيشية ويعطي قيمة مضافة للمؤهلات المتعددة التي تميز الأقاليم الجنوبية للمملكة. بلوغ مستقبل مرن ومستدام للحياة الحضرية هدف يعتمد تحقيقه على خلق المدن الذكية التي تتأسس على الابتكار والتحول نحو الطاقة المستدامة، وهذا ما التأم حوله على مدى يومين مؤتمر البحر أو يلتئم حوله على مدى يومين مؤتمر البحر المتوسط للمدن الذكية بتطوان. الفعالية يشارك فيها صناع القرار السياسي ومسؤولين عن التخطيط بالمدن وخبراء التكنولوجيا مع عرض تجارب المدن الذكية. فنا شاكر العلوي، حسن ابن جابي، وعبد العلي جنوني. إطلاق العينين لمستقبل الحياة الحضرية المرنة والمستدامة شعار مؤتمر البحر الأبيض المتوسط الدولي للمدن الذكية المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتطوان، بهدف تبادل الخبرات والرؤى الناجعة لتيسير تحويل مدينتي تطوان ومرتين لمدن ذكية تعتمد على التكنولوجيا لتحسين الخدمات العامة وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية وتعزيز الأمان والتواصل بين السكان والحكومة. عدد من الطلبة والأوراق بحثية في هذا الميدان تصل إلى 120 ورقة بحثية، كما أنها المؤتمر سيستضيف
مجموعة من عمداء المدن الذكية الدولية من آسيا ومن أوروبا ليطلعونا على خبرتهم في إنشاء هذه المدن الذكية. العمل على مشاريع لتنزيل هذه الخريطة. والأمر الآخر هو التحسيس بالأهمية ديال المدن الذكية، وكل هذا يصب في تسهيل الحياة للمواطن. مؤتمر البحر الأبيض المتوسط للمدن الذكية المنظم بتطوان من طرف المدرسة العليا للأساتذة بمرتيل وجامعة عبد الملك السعدي والمدرسة المغربية لعلوم المهندس يشكل مناسبة للمشاركين للاطلاع على مواضيع متنوعة تهم تقنيات وتطبيقات المدن الذكية، الانتقال والإدماج الرقمي، التخطيط الحضري المستدام، المرونة والعمل المناخي، والعديد من المواضيع المهمة التي تساهم في تحسين جودة الحياة للسكان تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة. هذا المؤتمر يجمع بين الأفكار العالمية والممارسات الناجحة في مدن عدة في هذا العالم من القارات كلها، والمغرب يلعب دورا كبيرا في مجال المدن الذكية، فقد تقدم كثيرا. على مدى 3 أيام أساتذة وخبراء يغنون النقاش ويتبادلون الرؤى والخبرات المتعلقة بالمدن الذكية ضمن فعاليات مؤتمر البحر الأبيض المتوسط للمدن الذكية بتطوان، الذي يتميز ببرنامج متنوع يعمق البحث ويعزز الابتكار بمجال المدن الذكية بهدف بلورة مشاريع بأثر إيجابي على المستوى المحلي الإقليمي الوطني والدولي. ونسلط مزيدا من الضوء حول فعاليات هذا المؤتمر مع السيد بشتى المومني رئيس جامعة عبد الملك السعدي. أهلا بك أستاذي الكريم. إذن مؤتمر البحر الأبيض المتوسط للمدن الذكية يطرح التوجه نحو المدن الذكية وأهمية ذلك في تحقيق الاستدامة، ما أهمية العمل على تحقيق هذا الهدف اليوم بالنسبة للمدن انطلاقا مما ناقشتموه ضمن فعاليات هذا المؤتمر؟ أولا شكرا على الاستضافة. كيف ما كتعرفوا مدينة تطوان كتستضيف اليوم المؤتمر الأول حول المدن الذكية اللي كيتنظم تحت الرعاية السامية ديال صاحب الجلالة الله ينصره، وهذا المؤتمر اللي كيشاركوا فيه خبراء وباحثين من 13 ديال الدول حول البحر الأبيض المتوسط، واللي غادي يكون فيه واحد تبادل ديال الأفكار وتبادل ديال التجارب ما بين الخبراء والباحثين، بحيث أن النتائج المنتظرة إن شاء الله اللي غادي نحاولوا مع الشركاء ديالنا على الصعيد ديال الإقليم وعلى الصعيد ديال جهة طنجة تطوان الحسيمة ككل باش نديروا التطبيقات ديالهم محليا من أجل الاستجابة ديال متطلبات ديال الساكنة وتطلبات ديال المواطن. كيف ما كتعرفوا المواطن محتاج التسهيلات اللي كيمكن لها تساهم فيه باش يكون عنده واحد العيش بسيط، عيش مبسط من حيث مثلا المسائل اللي كتتعلق بالتدبير ديال الماء، تدبير الطاقة، الصحة، النقل، اللوجيستيك، السكن، كاع هاد المسائل هادي المواطن كينتظر باش الأبحاث العلمية تساهم بالنتائج ديالها في تبسيط وتحسين الحياة ديالو اليومية. وجامعة عبد الملك السعدي كيف ما كتعرفوا هي جامعة اللي كتتواجد في جهة طنجة تطوان الحسيمة، الجهة اللي كتعرف واحد الإقبال جد متميز فيما يخص الاستثمار، ولا بد باش تقوم الجامعة بتكوين أطر مؤهلة، أطر اللي يمكن لها تواكب هالتطور هذا اللي كتعرفوا هاد الجهة هذه وكتعرفوا المملكة ككل. وشكرا. نعم سيد المومني، إذا استعرضتم تجارب أو ستستعرضون تجارب المدن الذكية خلال هذا المؤتمر وضمنها مدن مغربية، ما الذي يمكن الاستفادة منه من خلال التجربة المغربية في هذا الاتجاه وأيضا تجارب بلدان أخرى؟ نعم كيف ما كتعرفوا المدن المغربية حاليا هي غادية في الطريق ديال استعمال
التكنولوجيات الجديدة اللي كتسهل الحياة اليومية ديال المواطن، وبالتالي لابد من واحد تبادل ديال التجارب ما بين المدن المغربية على الصعيد الوطني وكذلك ما بين مدن أخرى اللي كتحوط بالحوض البحر المتوسط. فهناك مشاركين من جميع من 13 دولة اللي سبقت ذكرت اللي غادي يمكن لهم التجارب ديالهم والنقاشات اللي غادي تدوز كيمكن هالتجارب هذه يمكن لها تساعد الخبراء والباحثين باش يوضعوا مواضيع ديال البحث ويكون عندهم تأثير مشترك باش يمكن نكونوا واحد الجيل جديد من الخبراء اللي يمكن لهم يساهموا في التطبيقات ديال الوضع والتطبيق ديال المدن الذكية. كيف ما كتعرفوا حاليا جميع يعني المجالات فيها التطبيق ديال الرقمنة، هناك التطبيق ديال المنظور الجديد ديال استعمالات التكنولوجيا، وهاد النتائج هذه ممكنش نوصلوا لها إلا ما كانوش عندنا يعني واحد الخبراء واحد يعني الأساتذة باحثين وطلبة دكاترة اللي متمكنين في هذا الميدان هذا. نعم، وبهذا التكوين له أهمية في هذا المجال. أشكرك السيد بوشتى الممني رئيس جامعة عبد الملك السعدي، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاءات. الفخار أسلاوي فن عريق ومكون أساسي ضمن موروث الصناعة التقليدية والهوية الثقافية الوطنية. يواجه هذا الإرث المنافسة في ظل التطورات التكنولوجية، ما يتطلب تحديث أدواته وتقنية تجديده وبحث طرق تسويقه أيضا. كل هذه الانشغالات تمت مناقشتها من قبل عدد من المتدخلين خلال لقاء تواصلي نظمته غرفة الصناعة التقليدية لجهة رباط سلا القنيطرة مركب الولجة بسلا، والهدف العمل على تحسين هذا التراث الأصيل وحمايته وضمان استمراريته. وصال إمغري وأمين الشرقاوي. تعد صناعة الفخار بسلا فنا عريقا ومكونا أساسيا للصناعة التقليدية والهوية الثقافية الوطنية. هذه الصناعة أصبحت اليوم في حاجة لتجديد، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية التي أصبحت تفردها الحرفة. هنا بمجمع الولجة للفخار تعرض الأواني الخزفية بمختلف أشكالها وألوانها. هي اليوم مطالبة بمسايرة المعايير البيئية ومتطلبات المستهلك وفق نموذج اقتصادي للنهوض برأس المال اللامادي الوطني والتنمية السوسيوثقافية. الحرفة يعني كنحاولوا نطورها وكنحاولوا أن ننقلوها الأجيال الأخرين لأنه باش يتدوا المسيرة ديال الحرفة، وحرفة يعني ما عمرها تموت. كاينه منافسة ولكن اللمسة ديال الحرفي الصانع التقليدي تتكون تما لهذا الزبناء يبغيو هذه اللمسة هذه لأنها شيء إضافي على الصناعة التقليدية وعلى التراث المغربي. وبالمناسبة تم تنظيم هذه الندوة الفكرية التي عرفت مداخلات مختلف الشركاء، وكانت فرصة لتسليط الضوء على إلزامية النهوض بهذا الفن العريق والحفاظ عليه والبحث عن طرق جديدة لتسويق منتجات الفخار المغربية من خلال الاعتماد على أفكار مبتكرة تجعله يسير العصر الحالي. على مستوى قطاع الثقافة ندير واحد العدد ديال العمليات الجرد والتوثيق لضبط ويعني التعرف والتعريف بهذه الأنواع عناصر التراث الثقافي غير المادي في أفق تثمينها ويعني وحمايتها مستويات أخرى. بالرغم من الأهمية البارزة لهذه المنتجات التقليدية التي تبدعها أنامل الصانع التقليدي المغربي والتي تشكل تمظهرات مشعة للحضارة المغربية العريقة، فإنه أصبح لزاما المحافظة عليها وعلى خصوصيتها وتطورها في إطار الموازنة بين الأصالة والتحديث. ومن سلا ينضم إلينا السيد عبد الرحيم الزمزمي رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة رباط سلا القنيطرة. أهلا بك سيدي الكريم. إذا عندما نتحدث عن الفخار السلاوي فلا بد أن نستحضر تاريخ هذا الفن العريق الذي يعد جزءا من الهوية أو من هوية مدينة سلا، وأيضا كان في وقت من الأوقات تجارة مزدهرة. ما سبب ما آل إليه اليوم؟ نجور
تفضل سيدي الكريم. عليكم. المهم هذا اليوم هو اليوم جا في سلسلة عدد من الندوات اللي انضمتها الغرفة الصناعة التقليدية لجهة الربع الصلاة والقنيطرة التي من شأنها أن تبسط عدة أمور عندها علاقة بالمورد الثقافي المغربي. واليوم نحن في الولجة لأن هذه المحطة الثالثة من الندوات للحفاظ على المورد الثقافي. اليوم احنا في الولجة باش نحاولوا ننظموا هذه الندوة باش نحافظوا على الطاجين السلاوي خصوصا والفخار ديال سلا عامة. فاليوم درنا هذه الندوة بشراكة مع وزارة الوصية وكذلك مع الصناع التقليديين باش نحاولوا نناضلوا من أجل نوصلوا الصوت ديالنا ونوصلوا للمورود الثقافي ديالنا لليونسكو عبر قوانين أو توصيات اللي غادي نرفعوها للمسؤولين واللي يتهموا هذا الأمر هذا. نعم سيد زمزمي، إذن التجديد المطلوب اليوم من المهنيين هو تجديد يساير متطلبات المستهلك، أيضا يسير وفق المعايير البيئية ويضمن دخلا للحرفيين، وأيضا الحفاظ على استمرارية هذا الموروث وتحصينه. ما الذي تقومون به في هذا الباب كقائمين على هذا القطاع؟ واحد عدد ديال الاتفاقيه الشراكه اللي تسنت مع الوزاره الوصيه اللي اهمها هي توفير الافرنه الغازيه للصناع التقليديين باش يحسنوا من المنتوج ديالهم، كذلك شاره الجوده اللي تكلفت بها الغرفه بمعيه الوزاره الوصيه واللي عطينا فيها المواد الاوليه الفخاره باش يحاولوا ينتجوا لنا واحد المنتوج اللي فيه المعايير الدوليه باش ما يبقاش يكون عندهم صعوبه في التصدير، وبالتالي كل المنتوج المغربي في الدول الاوروبيه ولا الدول العالمية يكون عنده واحد القيمة وتكون عنده صفة ممتازة. نعم أشكرك سيد عبد الرحيم الزمزمي رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة رباط سلا القنيطرة، شكرا جزيلا على هذه المعطيات. مهرجان مفاحم الدولي لمسرح الطفل فعالية ثقافية تحتضنها مدينة جرادة، وفي دورتها 11 تحتفي بالمسرح وأدواره كجسر للتواصل لدى فئة الأطفال. الدورة تعرف مشاركة فرق مسرحية وطنية ودولية إضافة إلى تنظيم ورشات في الكتابة والإخراج المسرحي. في المتابعة محمد بلاوي، مريم بن زكري ورشيد العتابي. دورة جديدة من مهرجان مفاحم الدولي لمسرحية الطفل هنا بجردة، تظاهرة تعرف مشاركة فنانين ومبدعين من المغرب والخارج يتقاسمون شغف وعشق خشبة المسرح من أجل الطفل. أنا أول زيارة لي للمغرب هذه وللمهرجان بتاع مفاحم في جرادة. أنا ملي دخلت المغرب حسيت فماش فرق كبير بينا وبين تونس الحق متاع ربي، معناه حتى في الاستقبال ما شاء الله كان استقبال كبير ياسر واستقبال باهي. أنا مسرور بمشاركتي في المهرجان، أعتقد أن المسرح هو وسيلة فنية للتعبير ويعتبر المسرح أيضا أداة فعالة للتواصل. هذه الدورة كذلك عرفت مشاركة نوعية خاصة فيما يخص الفرق الدولية، فرقة من إسبانيا، فرقة من تونس وفرقة من فرنسا، إضافة إلى فرق وطنية. هناك مشاركة مكثفة للفرق الدولية، إذن ضيف شرف هذه النسخة تونس، كذلك حضور متميز لي فرقة إسبانيا سبق وأن شاركت معنا في نسختين سابقتين. حفل افتتاح هذه التظاهرة الثقافية لم يخلو من لحظة عرفان وتكريم لشخصية أغنت الساحة الفنية بأعمالها ومشاركتها. الجمعية اللي من مدينة جرادة اللي على رأسها السي حيا اللي دارت لي واحد تكريم لهذا المسرح الدولي ديال الطفل، اللي هذه بواحد الميزة وخلى في قلبي واحد الإحساس لأن تتكرم من واحد المدينة اللي هي منبع ديال الثقافة والمسرح وكنتكرم فيها بمسرح الطفل، فهذه واحد شرف. هذا هو التكريم الحقيقي، هو ملي كي الجمهور كيجي كيوقف لك كيصفق عليك وكتحس بداك الحب ديال الجمهور للفنان. ولكن ما يمنعش انني خصني نشكر جمعية اقليم جرادة فردا على هذه الالتفاتة الطيبة.
أنشطة عديدة تنظم على هامش المهرجان، ندوات فكرية وورشة فنية ولقاءات حول مسرح الطفل. أضحى اليوم متنفسا لساكنة سيدي مومن بالدار البيضاء بعدما كان مطرحا عشوائيا للنفايات. الحديث عن منتزه بيئي إيكولوجي ترفيهي ورياضي فتح أبوابه لساكنة العاصمة الاقتصادية. فضاء يعتمد على الطاقة المتجددة في الإنارة بنسبة 20% وأيضا على المياه العادمة المعالجة في سقي أروقته الخضراء. المنتزه يمتد على مساحة 12 هكتارا. فطنة تابوت، أم مصطفى والدا وعزيز أنقمار. منتزه الهضبة الخضراء فضاء بيئي إيكولوجي يمتد على مساحة 12 هكتارا بتراب مقاطعة سيدي مومن بالدار البيضاء، يساهم في الحفاظ على النظم الإيكولوجية وامتصاص الغازات الملوثة. يضم فضاءات للنزهة والترفيه و32 نوعا من النباتات المختلفة، مما جعله متنفسا فريدا وآمنا لساكنة المنطقة. سيدي مومن كان يعاني من هذه المساحات الخضراء وكنا متعطشين لهذه المساحات الخضراء، والحمد لله الحمد لله هذه الهضبة حلت لنا نفس طيب اللي شعر به كل سكان المنطقة، متنفس جميل جدا. ساكنة المنطقة ديال سيدي مومن في أمس الحاجة لهذه المتنفسات الطبيعية وهذه المتنزهات اللي ما كانش هنايا، لأن بعيد عليهم في منطقة بعيدة، خصهم وسائل النقل، خصهم مناطق شعبية، في أمس الحاجة لهذه المتنفسات. بالنسبة للأطفال وللشباب زعما بشي بريباري، والناس والأطفال جاهما والناس يوعيهم على هذه البلاصة كيف كانت وكيف ولات زعما، وداروا لهم بلايص يعني فين يلعبوا متنفس زعما زوين، يعني كاين فين بالنسبة للدراري فين يلعبوا ولا فين يوعيوا، بالنسبة دايرين لهم فين يلعبوا الشطرنج، دايرين فين يلعبوا الكرة، كاين الحمد لله حويجات مزيانين لهم. المنتزه ينطوي على عدة خصائص، فهو يرتفع على مستوى سطح البحر ب 15 مترا، ويتعدى غطاؤه النبات الأخضر 58% من إجمالي مساحته، فضلا عن 5000 مترا مربعا من الأشجار المضللة بفضل الأشجار، مما يجعله يمتص 235 طنا من أكسيد الكربون سنويا. تم الإحداث ديال العديد من المرافق، هناك كيف ما كتشوفوا العديد من النباتات ولا من ليزيسباس فيغ. بطبيعة الحال هاد لي بلونت يغيسبكت لا سبيسيفيسيتي ديال هاد لو سيت، انه اون انسيان ديشارج. كاين هنا كيف ما كتشوفوا واحد لو ميكس اونتر لينيرجي ديال السولير ولينيرجي العادية. ايضا هناك كاين فضاءات الالعاب للاطفال الصغار، فضاءات رياضية لي جون مع واحد لي تيران دو سبور. عندنا ايضا فضاءات التربوية. المنتزه رصدت له ميزانية 19 مليون درهم، وهو فضاء ترفيهي رياضي تربوي خدماتي، وتتطلع العاصمة الاقتصادية إلى خلق منتزه بكل مقاطعة ورفع المساحة الإجمالية للمناطق الخضراء من 500 إلى 1000 هكتار. ختام نشرة الظهيرة مشاهدينا الكرام، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الفرص الاستثمارية المرتبطة بصيد البحر، السياحة، الفلاحة والصناعة التي توفرها جهة الدخل، وادي الذهب، فرص ثم عرضها بلندن على هامش منتدى الطاقة النظيفة مع مستثمرين ورجال أعمال بريطانيين. وضمن النشرة استعرضنا هذه الإمكانيات وفرص الشراكة والتعاون التي تتيحها. بلوغ مستقبل مرن ومستدام للحياة الحضرية، هدف يعتمد تحقيقه على خلق المدن الذكية المستدامة. ومؤتمر البحر المتوسط للمدن الذكية بتطوان يبحث بلوغ هذا الهدف بمشاركة صناع القرار السياسي، مسؤولين عن التخطيط بالمدن وخبراء التكنولوجيا الحديثة. والفخار السلاوي فن عريق ومكون أساسي ضمن موروث الصناعة التقليدية والهوية الثقافية الوطنية، يواجه مجموعة من التحديات. وضمن النشرة استعرضنا أسباب تراجع فرص تسويق هذا الإرث وإمكانيات تجديده وحمايته من المنافسة. شكرا على حسن الاهتمام والمتابعة مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء غدا بإذن الله.